ريحة القهوة بصراحة يعني كلش طيبة. السلام عليكم أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. لوق اليوم عن أجواء رمضان بتركيا بالتحديد مدينة إسطنبول منطقة الفاتح. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. وهسه راح نبدي جولتنا بأسواق الفاتح. شوفوا هاي كلها محلات مال ملابس، فساتين مال عراس وملابس المحجبات. هذا مطعم تيكا باسر. هاجي اول هاي محلات مال العطور، هذا محل حلويات عربي، أمية أمية دوندرما. نعم، من محل بيع مختلف الأشياء. هذا بيع موبايلات بن خلدون، هذا يبيع أنواع القهوة. ما أقول لكم عن الريحة، الريحة هنا كلش طيبة، ريحة القهوة مالية المكان. هذا يبيع من قهوة وحلويات. هذا يبيع فلافل، فلافل مالطة وأنواع التمور. أنواع التمور أعراسي أحلى معروف أما قبل فضل أحلى معروف هنا. هذا معروف الطيب الأحسن أي. معروف معروف يعني خبز، نفس الخبز محشي. محشي نعم. جبلة أشقوان حبيت البركة. الله يبارك فيك. الله يسلمك، الله يخليك، مشكور، شكرا جزيلا. هنا محل ملابس، هنا هذا مطعم، اكو مطاعم يعني معزلين لانه مثل ما تعرفون رمضان. هنا هذا بيع فلافل، فلافل شاميات. هنا همين حلويات ابن نفيسة، ابن نفيسة. صراحة الأجواء هنا كلش حلوة، فعلا تحسون برمضان. محل موبايلات، هنا هذا قصاب لحم عربي. بصراحة أحس نفسي أني بالشام. هنا يصيحون تمر هند على حلويات. بصراحة الأجواء كلش حلوة. ما أدري هاي المنطقة بصراحة يعني ما تبيه شي روحانية، واحد يحس بالراحة. نعم، مين يبيع تمر هند؟ هنا هذا يبيع كنافة. أنواع مختلفة من الحلويات. وهنا هذا جامع الفاتح، ما شاء الله الزحام. هنا هذا همين مطعم عربي، مطعم فاتح الخير. ريحة القهوة بصراحة يعني كلش طيبة. هنا هذا مطعم طربوش، مطعم عربي.
هنا هذا همين يبيع مواد عطارية، بهارات والسوالف. شوف ما شاء الله الازدحام، كلش ما شاء الله الزحام اليوم. وهنا همين يبيعون مواد غذائية، هاي الشايات اعتقد جيبوها من العراق، شاي دو غزال، شاي احمد. هنا يبيع عسل، شفنا انواع العسل، الشمع شمع العسل، عسل جبلي، محل ملابس. هنا هذا فرن سوري مكتوب مودرن لبنان فرنر، افران لبنان. هنا يبيعون مختلف المعجنات والخبز. شوفوا هنا هذا، هنا الخبز يطلع اوتوماتيكيا، جد حلو ما شاء الله. شوفوا هنا همين يبيعون مختلف التمور والحلويات. هنا همين محل حلويات، هنا هذا شام كافسي بن الشام، والبعده مخبز معجنات زيار اوغلو، همين مخبز ومعجنات عربي. هنا هذا قصاب اليمامة كرو يمش، هذا الشرزات همين عربي. خلنا نرجع للسوق. شوفون ما تروحون يبيعون السوس والتمر الهندي، تمر هند. هنا هذا همين ماركت يبيع مختلف المواد الغذائية. اكو ناس بدوا يعزلون لانه هسه راح يصير وقت الافطار، ما ضل شيء ثلاث ارباع الساعة. تسمعون كلها أغاني دينية، موشحات، قرآن. شوفوا هنا همين أنواع الحلويات، خلاص يبقى ما تنسى.
هنا يبيع عسل، انواع العسل. ايوه حليوه يوتيوب، على اليوتيوب. ايه شوفوا هنا همين انواع الاجبان. التمور صراحة يعني اسعارها مختلفة، ارخص شيء التمر الايراني، هناك تمر بغداد 35، اكل القدس 170، مدينة 240 ليرة، اسعار مختلفة. هنا محل مع السمك، هنا همين حلويات. هذا المطعم هنا، هذا المحل يبيع زينة رمضان، هاي الهلال والنجمة، هاي تفيد المقيمين هنا. هنا همين يبيعون مختلف انواع الشرزات. يا اهلا وسهلا. شوف ما شاء الله، يعني العرب في كل مكان. هنا هذا مطعم عربي، توشكا توشكا دوشكا. هذا همين فاتح بازار. هنا همين محل حلويات، هواية ما شاء الله محلات مال حلويات. هنا همين محل حلويات، كنافة شامية. قرب على الجلوب يا محبوب، قرب على الجلوب. هنا من انواع البن والقهوة. وهسه حاليا احنا ننتظر اذان المغرب، يعني مضل يمكن 4 دقائق ويأذن المغرب ونفطر ان شاء الله.
اعزائي انتهى الفلوق هذا اليوم، اتمنى ان شاء الله يكون الفلوق عجبكم، لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، انتظروني بفلوق جديد، تقبلوا تحياتي.